مساء الخير مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم تلت مشكل. هيكون معاكم انا نادين محمد وزميلتي يارا هيني، وزي ما عودناكم في حلقتنا ان احنا بنقدم فقرات خفيفه ولذيذه على قلوبكم، اتمنى تعجبكم. مساء الخير يا يارا. مساء الخير يا نادين، مساء الخير مشاهدينا. خلينا نبتدي في اول فقره لينا، في اول خبر معانا. قالت الدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي في اليوم العالمي للفتاه، احتفلنا بحصول مصر على المركز الاول في منطقتين الشرق الاوسط وغرب اسيا ضمن تقرير هيئه الامم المتحده باتخاذ 21 اجراء لمسانده المراه خلال حائجه كورونا. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة فعالية الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة تحت عنوان أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تزامنا مع الاحتفالات بمرور 47 عاما على انتصارات أكتوبر، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى قادة القوات المسلحة. قبل ما نكمل الخبر التاني بننوه كده في حلقتنا باننا احنا بندعم المواهب والشباب. في شباب عاملين جروب على الفيسبوك اسمه الورشة ديزاين، دول بيعملوا تصاميم وبيعملوا جرافيك وبيعملوا مونتاج، وشغلهم فعلا حلو جدا واسعارهم مناسبه جدا. صفحه البيج بتاعتهم نزلت، لو حد محتاج اي حاجه من الحاجات دي يتواصل معاهم. ونستأنف اخبارنا. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ما تحقق من انجازات خلال الست سنوات الماضيه في الدوله المصريه في كافه المجالات يساوي 20 عاما متواصل، وان هناك المزيد من العمل ل50 عاما اخرى. واوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي اننا مستهدفون كي لا ترتاحوا، وان ما يبث اعداء الوطن من الخارج بهدف المصالحه، واقول لهم انا لم اتصالح مع من هدم البلد ويؤذي شعبها ويسعى لقتل 100 مليون مصري، واقول لهم انكم خنتم بلدكم وهنا عليكم شعبها وتريدون قتلهم او جعلهم لاجئين، وانكم لا تشتروا خاطر بلدكم ولا خاطر شعبها، لانكم ليس لديكم ضمير او دين. وبكده انتهت فقره الاخبار، استنونا بعد الفاصل مع ضيوف خفاف ولذيذ. معانا ضيفين فوله واتقسمت نصين محدش يعرف يفرق بينهم، مقالبهم مجنونه وفيديوهاتهم على التيك توك اوقات بتبقى مختلفه. تعالوا نتعرف عليهم. نورنا. عرفونا بنفسكم. محمد واسلام. من حيث بقى الدراسه والسن والشغل؟ 23 سنه دراسه في كليه التجاره. انتوا الاثنين توأمين كل حاجه كليه. طيب ماشي، إيه لما بداتوا كانت ايه بدايتكم؟ احكوا لنا عن بدايتكم. بدانا نعمل فيديوهات على يعني كنا بنعمل فيديوهات عادي كهزار يعني، بس في الاول كنا بنمثل في مسرح، وبعدها بقى تيك توك بقى وفيديوهات وكده. يعني احنا اصلا من زمان نفسنا ان احنا نبقى يوتيوبر وكده، وكان كذا حد من صحابنا بيعمل فيديوهات فحبينا ان احنا نعمل كده. كانت كهزار برضو في الاول، ما كناش عارفين ان احنا بقى ايه. بدات تجيب مشاهده وبدات الدنيا عرف اكتر، فالحوار كان بالنسبه لنا جميل جدا. بداتوا ده من قد ايه؟ من حوالي 2017 تقريبا. طب مين اكتر حد اصلا ساعدكم في البدايه؟ اكتر حد ساعدنا في البدايه هو تقريبا مفيش. بعد كده بقى اكتر حد اشتغل معاك بعد كده بمعنى اكتر حد هو في حمو دنيا ده كانوا معانا الحلقه اللي فاتت. وبوده ومحمد ايمن ومين في كذا حد وفي دولة وكل اصحابنا يعني. يعني في ناس كتير بس مش عايزين. طب انت ساعدت حد؟ بس طبعا مش هقول اسامي يعني، بس انا ساعدت ناس كتير وهم بعد كده اختفوا يعني. خلاص بقى. يعني اصحابي القريبين هم اللي عارفين هم مين. طبعا يعني اصحابنا القريبين معانا لحد دلوقتي، بس في ناس ساعدناهم كتير بس بعدها اختفوا اول ما اتعرفوا. في ناس اتخلت عندكم فجأة؟ ما شاء الله اتعدلوا كتير قوي. فجأة خلاص في حياتكم؟ بعد مصلحتهم يعني. بالظبط. طب ايه الاختلاف بقى اللي بينكم للناس ممكن تفرقه؟ يعني احنا عرفنا الاختلاف اللي في شكلكم يعني حاجه فيكم. انا وشي ارفع شويه، انا وشي مدور شويه. ماشي، بس محدش هيركز فيها قوي. اكيد مش حد هيمسك، محدش هيمسك في درجه الحسن. الناس اللي قريبه مننا هم اللي بيعرفونا. هو قبل طب جمهوركم يا جماعه، من ظهري في ناس بتعرفني من صوتي، انا صوتي اتخن شويه. لا مش للدرجه دي يعني. قبل الحلقه السلام عليكم قال لي الحسنه، بعد كده قلت لي الخواتم خواتم الشعر، قال لي الخواتم هو من غير خواتم،
يعني انا قبل الحلقه عماله اقول لهم انتوا اسمكم ايه عشان اعرف اعرفكم. طب في المناخير صح؟ هو مناخيره كانت بكتوره. لا بس انا مش حاسه فيها اختلاف. لا انا حسيت. لا مش باينه. الاحرار يا جماعه. قاعدين في الحلقه بنحللهم وجه الاختلاف ما بينكم. بس سهل ان ناس كتير اللي هم قريبين منكم بتعرف تفرقكم. بس طبعا يعني زمان كانت عمتي مثلا بيدوني الاعدام مرتين. اللي انا بدخل كان نصاب كمان لو قوم طالع وداخل تاني فتقوم مديني اداء تاني بياكلهم عليك انت بقى اللي هو ملوش نصيب لان هو ما كانش حد بيعرفنا زمان كنا شبه بعض قوي. لا وما زلتوا ما شاء الله مع دلوقتي ممكن يكون في اختلاف بسيط بس انتوا مش هتاخدوا بالكم يعني. اكيد اول مره توأم انا تلات ارباع الناس بتعرفني من صوتي يعني ما اعرفش ليه اشمعنى يا جماعه صوتي ايه اهو. لا صوتك برضه قريب من بعض. ايوه ما فيش اختلاف في الصوت. الصوت قريب من بعض لدرجه ان الناس تفرق كبير. بس انا ممكن يكون صوتي هادي شويه هو كده بيحب يتخن صوته. بس ممكن اما حد بقى مثلا زي اهلكم ومامتك وباباك كده لما يتعودوا عليكم بالظبط يعني الناس القريبه مننا قوي هم اللي بياخدوا بالهم. طيب ايه اصعب مقلب عملتوه في اصحابكم؟ اصعب مقلب والله احنا كلنا عملنا صعب. ممكن المقلب بتاع دوله صح؟ ده عملنا لها احنا اتفقنا معاه ان احنا هنعمل تحدي على ساندوتش المفروض هناخد الساندوتش واسرع واحد هياكله هياخد 1000 جنيه تقريبا. هي طبعا كانت فرحانه قوي وعايزه تاخد 1000 جنيه وبتاكل الساندوتش فكان في صراصير بقى بس بلاستيك. هي عيطت في الفيديو بس هي كملت معانا يعني كملت معانا عشان يعني لما عرفت ان هو بلاستيك فكملت. مشيتكم في الموضوع. بس هو المقلب كان صعب بصراحه كان يوم أكيد صعب قوي. اكيد بتجيلكم كومنتات ايجابيه وكومنتات سلبيه ده معروف. لا طبعا كل شخص بيلاقي يعني في كومنت كان غريب جدا يقول لي انت بتتشير باخوك يعني مع اخويا. ما اكيد احنا الاثنين واحد. احنا توأم ومتطابقين اكيد احنا الاثنين واحد. طب قولوا لنا ايه اكتر كومنت اثر فيكم سواء ايجابي سواء سلبي؟ لا انا الحاجات اللي بتاثر فيا اللي هي الدعاء يعني في ناس بتدعي لي كتير قوي اللي هو ده انا مثلا ولادي بيحبوكوا جدا وربنا يكرمكوا الادعيه دي بتحب. ممكن اكتر كومنت سلبي ضايقني حد دخل يقول لي انت لا قول عادي انت ايه انت ابن بابا وماما ومش عارف والدنيا معاك ايه وطلعت لقيت نفسك كده. هل الحد ده يعرفك معرفه شخصيه؟ لا طبعا. طب بناء على ايه بقى قال كده؟ ما هو المشكله ان الناس ما تعرفش. هي الناس بتشوف يعني مثلا ده ما اعرفش احنا بدانا ازاي او اللي حصل بس بيدخلوا يكتبوا مثلا كومنتات والمشكله ان احنا هي الناس بس بتشوف الشهره. هي بتشوف الشكل بس بالزبط. الصور وحاجات كده بس هم ما يعرفوش. ماشي انا ممكن اكون معروف شويه بس هم ما يعرفوش انا حياتي ماشيه ازاي اصلا. وزي ما قلت لك كل واحد بيلاقي اي حد بالذات في مجال اليوتيوب وكده بتلاقي ليه وجه انتقاد وجه معاه. طبعا مفيش حد اتفق على حب حد. طب طب بما ان احنا الفتره اللي فاتت طبعا سمعنا عن التنمر كتير وناس كتير تعرضت له. تعرضتوا للتنمر؟ في ممكن احنا ماشيين في ناس ممكن تغلط مثلا ازاي يعني مثلا تيك توك بقى تيجي يعني قبل كده كنا في راس السنه اللي بيتنمر عليك يقول لك تيك توك. لا مش تيك توك. لا هو في ناس بتنادي علينا اللي هو بيقعدوا بقى يشتموا ويقعدوا يتريقوا يعني مثلا في راس السنه كان في ناس قدامك وش الوش. طب هل بتسكت على ده؟ بس انا بروح له مثلا اقول له تعالى انت بتشتمني انا لا انا مش عارف ايه وبيجيب ورايا وانا عصبي من بعيد. ممكن نمسك حد بيرمي الكلمه من بعيد ولكن انا عليك من بعيد يعني أيوة. هو بنكون ماشيين فتلاقي ايه كلمتين من ورا فبص بس انا عارف ان هم عليا. يعني مثلا كل اللي بيعملوا يوتيوب ما اعرفش ولاد كذا طب ليه اتخانقت مع حد بسبب كده؟ هي في خناقه حصلت قبل كده بسيطه جدا في خناقه حصلت بسيطه جدا مستجدا بتكسروا بتاكلوا ناس تقريبا انا كده بتنيل جامده جدا ما بستخدمش اي حاجه خالص هو كلام بس يعني مش حاسس بضرب مش حاسسك. كنا ساعتها خارجين في دريم بارك عادي زي اي حد يعني ففي ناس شتمت انا ساعتها كنت بعمل حاجه شتمت عليكم عشان هم عارفينكم هم عارفيننا وعمالين يشتموا عشان هم متابعينكم قاعدين يشتموا كتير فمحمد بيسكت يعني بيعدي بعد كده جه جم جنب ودانه بالظبط شتمه تاني فقال له تعالى بقى انت شتمني انا قال له راح ماسكه بقى وش الوش كده على طول ما جابش ورا كانوا صغيرين اصغر مننا يعني مثلا في اعدادي مثلا بس مستفزين يعني في ناس الحمد لله يعني لا في ناس بتروح تستفزك لحد ما يخرجوك عن شعورك فطبيعي هترد عليهم اصلا مش فكره ان انا مثلا انا طبعا بتكلم بطريقه حلوه وكويس وكل حاجه بس في ناس بتستفز الواحد اللي هو بيطلعه اسوأ حاجه فيه فطبيعي ان احنا بقى لازم طيب في بقى صوره ليكم انتشرت كده مؤخرا لثلاثه ايوه ايه جننتوا السوشيال ميديا بيها
هو في ناس كتير بتقعد تسال طبعا في الموضوع ده. انت ما تعرفوش احمد حبيبنا. هي اتعرضت دلوقتي على الشاشه. اتعرضت على الشاشه يعني. انا واحده من الناس متابعاكم لما شفت الصوره مهتلاتة يعني. هو كانوا مخبيينه في طوله وثلاثه. في ايه اللي حصل؟ اتصلوا بينا ناس معايا في الجامعه مش مصدقين. اخوكوا ده فين؟ ليه ما بيجيش معاكم الجامعه؟ ليه ظهر فجاه؟ طب ايه حكايه الصوره دي بقى ان انتوا تنزلوها ثلاثه توأم يعني؟ بدل اثنين اصلا. ومين اصلا الثالث؟ مين فيكم الثالث؟ مين اللي كان عامل الشخصيه الثالثه؟ هي الثالثه دي شبكه تقريبا. هو الثالث يعني هو يعني الثالث انا اللي بقف هنا وبتصور وبعد كده بعيد الصوره ثاني وتروح بقى دمجينها مع بعض. بس في حاجات يعني في فيديو انا لاحظته ان هو يعني هو ده الفيديو اللي لاحظه اللي هو فوتوشوب لكن الصوره لا. لا مستحيل تاني. مستحيل لا هم في تاني الحاجات دي يا جماعه. لا محدش ياخد باله. بس ايش معنى نزلتوا الصوره دي يعني؟ كان هدفكم ايه او غرضكم ايه من الصوره؟ انتوا يعني زي ممكن فيلم كده رضا. احنا اصلا عملنا عليه فيديو. ايوه جاب حوالي 3 مليون ولا حاجه. فالفيديو كان حلو يعني. فكذا حد بقى قاعد يسالنا هو انتوا ثلاثه هو انتوا ثلاثه. فاحنا احنا اصلا من زمان حد كذا حد يشوفنا كده رضا او كريم وكرم. فكلمه كريم وكرم دي لوحدها يعني بتجيب لي احباط. انت كريم وكرم انت. طب بتجيب لك احباط ليه؟ لكل اصل انت عارفين احنا بنسمعها في اليوم مثلا فوق ال 500 مره. انت عارفه كتير. انا اول ما بنزل من كريم وكرم احنا توأم. والله اول ما بنزل من شوفكم يا توأم كريم وكرم مش عارف ايه. فاللي هو توأم خلاص. فاللي هو خلاص اليوم بتسأل. مين اكتر حد من صحابكم زعل منكم؟ زعل مننا؟ ساب مقلب مثلا عملتوه. عملت مقلب في حد وخد موقف منك وزعل منك؟ لا بص هو اصحابنا ما زعلوش مننا قوي. بس المقلب تقفزه بومبو. يعني بص المقلب ده احنا متفقين معاهم. احنا متفقين معاهم على حاجه يعني. احنا متفقين معاهم على فيديو بس مش قالوا لنا عملنا حاجات ثانيه خالص. قالوا لنا مقلب. قالوا لنا تمام. قلت لهم هتبقوا نايمين وهنعمل فيكم مقلب هنزعق او هنعمل اي صوت. قالوا لنا تمام. فانا كان عندي بويا كده اللي انا بيضت الاوضه. احنا اصلا مبيضين الاوضه. فعندي بويا جوه في المكان كده. فدخلت عليهم وهم نايمين ورحت جايب ازاي لو مشتوا علامه. فهم ما اتصدموا يعني لو ايه ده بويا. فعلا حوار بويا وطلع صعب ان تطلع ما بتطلعش والهدوم باظت وحاجات يعني. هو بيفتكر الميه فجاه لقى البويا في وشه. ليها تصليح هيجيب غيرها بس وشه هيجيب غيرها اكيد. لا انا بهدلتهم شعرهم وشهم كله. لا فعلا كنتوا مصورين المقلب على اليوتيوب. طب دلوقتي انتوا قلتوا انتوا كنتوا ممثلوا في مسرح تمام. هل عملتوا حاجه معروفه ولا هو كان مسرح تبع الجامعه؟ لا او دخلتوا فيلم كمان وفاكرين او بتفكروا تدخلوا فيلم؟ دخلت فيلم قصير اسمه رزق كان على قناه دي ام سي تقريبا. بس احنا طبعا هدفنا ان احنا نمثل بس لسه ما يعني ما لسه ما جاتش الخطوه يعني. بس انتوا عايزين وطموحكم تمثيل. احنا موجودين يا جماعه. اي حد يكلمنا اي حد يكلمنا. انتوا ممكن تنزلوا يوتيوب او تبطلوا عمل مقالب او كده في وقت من الاوقات يعني؟ مش عارف. ممكن اقعد واحد ليه فتره معينه وارجع تاني. لكن انا بحب ال بس انتوا مقررين يعني ان انتوا تعتزلوا فتره ولا لا؟ لا انا بيحصل ان انا مثلا ابطل اوقف فيديوهات شويه وبنرجع اوقف شويه. ده بيحصل مشاكل بيحصل حاجات تعب مثلا كده. اهلكم بيدعموكوا في ده ان هم واقفين معاكوا يقولوا لكم كملوا وكده بيتفرجوا عليكم اكيد؟ طبعا. يعني انا اصلا قبل ما بنزل الفيديو بفرجهم عليه وبعتوا لاصحابنا وبنوريها لهم. تاخد ارائهم بعد كده تقرر بقى ينزل ولا ما ينزلش. حتى لو مش حلو برضه بننزل عادي. احنا بس ناخد الراي. فيديوهاتنا ما بتبقاش مثلا فيها حاجه تضايق الواحد قوي. لا عادي يعني غير الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها اكيد في فيديوهات كده بتبقى مستفزه. فانا ما برضاش اعمل حاجه زي كده لان في اطفال بتتابعنا وفي عندنا جمال يعني. احنا بنلعب على فئه واحده. احنا بنلعب على جمال. وبعدين قرايبي كلهم اصلا يعني في بنات كتير قوي في قرايبي. يمكن انا ومحمد الولدين في العيله او مثلا حد كام حد تاني بالصغيرين يعني. فانا طبعا قبل ما بنزل فيديو بشوف ده ينفع اخواتي يشوفوه او قرايبي يشوفوه ولا لا. بالظبط. طب انا عايز ادخل بقى الاسئله كده يعني في كاخوات كتوأم. انا بما ان انا عارفه التوأم تمام. انتوا اللي انا اعرفه ان التوأم وقت ما بيكونوا متصالحين مفيش تالت يدخل بينهم. وقت ما بيتخانقوا هم ممكن يذبحوا بعض. هو اي توأم كده. انت ايه بقى الشكل برضه يعني؟ ساعات بتحصل بس يعني محمد عصبي. بس انا بحاول ايه ان انا هدي نفسي شويه لحد ما ايه يعني انا عصبي. بس لما هو اتعصب تبقى هادي خلاص بقى على الاخر. توأم في الشكل بس مختلفين في الشخصيه. مش توأم في الشخصيه بمعنى اصح. ممكن هو لا في حاجات كتير متشابهه. في حاجات كتير متشابهه بس ده طبعا عشان احنا قاعدين مع بعض على طول وكده. بالظبط. في حاجات طبعا بس في حاجات انا كل واحد ليه برده شخصيه. في اصحاب مشتركين وفي كل واحد برده ليه اصحاب قريبين منه كده. حته كده.
احكوا لنا عن مقلب برنامج مهمة مستحيلة. كان بص، هو المقلب ده احنا كنا ماشيين في الشارع، فالمفروض ان في بنت تليفونها في مشكله او لا هي كان المفروض ده كان مقلب انتوا عاملينه كده ولا ده واحده شفتها فعلا من تليفونها؟ لا هو يعني هنقول ولا ايه؟ يعني بصوا هما كانوا بيتصلوا بينا الاول يقولوا لنا بمعنى معلش ايه؟ يعني احمد الخطيب اللي هو ده صاحبنا ده كان اصلا ده صاحبنا. ايوه فكان مكلمني قبلها قال لي انتوا هتطلعوا برنامج كذا، بس ما بيدينيش تفاصيل قوي واحنا بنتعامل بس. فاحنا بقى انا الحلقه ووقت البرنامج، فاحنا في الحلقه بقى المفروض ان في بنت داخله علينا بتقول لنا ان هي هتشتري موبايل، والموبايل ده ايه؟ فجاه انا واقف بنتكلم معاهم فلقينا في صوت داخل علينا وبيفشونا وبتاع، يعني هم عاملين فيكم مقلب بالظبط وبيضربوا بقى وبتاع. فاحنا اكيد لازم هم خدوا زقينا، هو طبعا لو ظابط قدامي اكيد مش هضربه، بس انا ضربت الواد نفسه. بس دول الظباط حقيقيين؟ لا اكيد طبعا. طب مش هضرب ظابط؟ عملت ايه بقى؟ هم ساعتها في اللي زق فينا وتعالى بقى، وانا بقى ايوه ما قلتش حاجه، وقعدت بقى زعق. ساعتها انا ضربتهم تقريبا محمد حدف الشنطه تقريبا وكان حوار يعني. الحمد لله. انت لسه من شويه بتقول لي اكيد مش هضرب ظابط، لسه تقول حدفت الشنطه على ظابط؟ ما هو عارف ان هو مقلب. انت عارف ان هو مقلب؟ هو عارف بس مش عارف ايه اللي هيحصل. هو احنا عارفين ان هو مقلب تمام، بس ما نعرفش ان هو هيبقى بالشكل ده. فجم دول علينا، هما بيضربوا بقى، ففجاه لا اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ فزقناهم، ومحمد عارف الشنطه اوعى كده انا ما عملتش حاجه، بس طبعا مش ضرب يعني. طب مين فيكم الاكبر؟ يا بنتي انا سؤالك دول لسه بقولك يا بنتي ازاي اكبر؟ لا اللي الاول. ايوه يا بنتي في ايه حبيبتي؟ هو ما اعرفش النسبه دي صح ولا لا، بس هما بيقولوا كده. على فكره انا عندي توأم، فانا بقول لكم النسبه دي صح. انا اللي نزلت اول. لا في ناس تقولي هو انت عيد ميلادك امتى؟ انت يا جماعه نفس السؤال. نفس اليوم. قاعدين مع بعض. من الاكبر 5 دقايق؟ انا سلام. 5 دقايق. مين اللي قال لكم حوالي 5 دقايق؟ لا اكيد مو يعني. على فكره انا اتقال لي نفس الكلمه 5 دقايق. فرق بيني وبين اخويا، بس انا مش مقتنعه بيها. سنيوره برضو ليها اخ توأم. انا حاسه ان الناس كلها تقول 5 دقايق. لا مش شبه بعض طبعا. لا مالهمش علاقه ببعض. يمين وشمال. انا اول مره شفت توأم متطابق لحد دلوقتي. ما في توأم بيبقى شبه بعض قوي. يعني انا اصلا ولاد خالتي ولاد خالتي توأم، بس تشوفي ده طويل وده قصير وده شكل وده شكل. يعني انتوا عيلتكوا اصلا فيها عيله التوائم؟ ممكن تكون وراثه بس انا ما اعرفش. بصراحه انا ما اعرفش في قرايبي فيهم ولا لا، بس ممكن كده بقى تكون من عيله مامتك لانك بتقول خالتك. كيف شايفين نفسكم فين بعد 2020، خصوصا ان هي قضت على الكل طبعا؟ هي يا رب وغيرها جابتنا كلنا. هي الفترة دي بجد كانت تعبانة، واحنا لنا تسويف في حاجات كتير جدا يعني. انا اصلا بداية من تقريبا من بعد عيد ميلادنا كان في شهر 12 اللي فات، اللي هو في السنة اللي فاتت، قعدنا فترة الكورونا دي المفروض الناس كلها بتصور عشان الناس قاعدة في البيت. احنا بنتعب. احنا انا تعبت انا ومحمد والنفسية نفسها لوحدها كانت طبعا عشان ما بنزلش وكده، لان انا قعدة البيت والحبسة لوحدها. لان احنا اصلا بننزل كتير جدا، كل يوم بننزل، كل يوم بنسافر، خصوصا انت متعود على نزول بقى زي ما انت بتقول كده وسفر. فجأة مرة واحدة تلاقي نفسك في وسط السفر في حتة وكده، ولا نزول حتى الاماكن اللي هتلاقيك كنت بتروحها هتلاقيها قفلت. انت حتى مجرد السوبر ماركت لا ده قفل. الكافيه مش عارف اجيبه. لا السوبر ماركت ما قفلش. لا السوبر ماركت في اوقات، في سوبر ماركت كان بيقفل بلاش خالص. كانت في ناس اخرهم كان تقريبا اخرهم اللي معاد الحظر بيقفلوا، بس الوضع كان صعب يعني. كان صعب جدا. شايفين نفسنا فين؟ فالمهم شايف نفسي مكتسح الدنيا. يعني ان شاء الله بعد كده اكيد يعني انا بتمنى لنفسي طبعا ان انا ابقى حاجه احسن من كده، وان انا بدل ما انا خدت درعي 100,000 على يوتيوب اخد درعي مليون. مليون ان شاء الله. طبعا 10 مليون ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني المليون ان شاء الله. مليون لا درعي 100,000. لسه خدت درعي 100,000. لسه درعي المليون. انا لسه ما عرضتش على القناه بتاعتي، لسه ما صورتش الفيديو يعني. طب انتوا بقى الناس كتير بتعرفكم كرم وكريم ومش عارف ايه. طبعا. مين فاطين ومين ميشو؟ انت جاي تعصبيهم هنا صح؟ كل يوم والله بيتقال لي كده. يلا بصوا انتوا زهقتوا من الشارع جايينكم زهقتوا. بس انا يعني البلطجي يعني مين الهادي بالظبط ليه كده؟ هو ممكن محمد يعني ممكن بياخد الحاجه بدراوه شويه. لا ليه يعني؟ يعني هو اكتر واحد هادي يا جماعه، يعني مش بلطجه ولا حاجه، بس هو ايه يعني؟ اللي هو ايوه قبل ما يفكر ممكن يتغاشم شويه. انا بحاول ان انا ايه يا عم انا بتكلم عادي. انا بحاول ان انا اخد الموضوع شويه افهمه شويه وابتدي اهدي يعني. مثلا لو في صحابه يا جماعه عارفين ان انا اكتر واحد بنصحه، عارفين ان هو اكتر واحد بيتخانق. اكتر واحد بنصحه. المهم يعني فاحنا ايه
لما بنكون في خناقه وفي اي مشكله انا بحاول اهدي الموضوع شويه بس طبعا لو الموضوع كبير فلازم اتدخل يعني. طب مين الاذكى او الاشطر في الدراسه؟ هو للاسف يعني احنا جايين نفس المجموعه معرفش دخلنا مع بعض نفس الحاجه كنا قاعدين مع بعض في نفس المدرج ولا اي حاجه للاسف. طب بتاخدوا صور بعض؟ ان هو ينزل صورتي او كده؟ اه ما جربناهوش. ممكن اصحابهم تقريبا عملتها قبل كده. اصحابهم بيعرفوا يفرقوا ما بينهم بس الناس ما تعرفش تفرق ما بينهم يعني غير صحابكم الجمهور نفسه. يعني انت مثلا لو عاوز صوره حلوه وعايز تنزلها دلوقتي ومش معاك تقدر تاخد صوره اسلام. او انت شفت اسلام صور صوره حلوه؟ ثانيه واحده عشان اتلخبط دلوقتي. اسلام اسلام ميدو ايوه تقدر تاخد صوره اسلام؟ تقريبا ما جربتش بس هو لا ما جربش. طب ليه؟ طب واسلام انت عملت؟ مش عارف. لا لا عايز اقول لك انا كنت بمشي بتاعت اسلام اصلا بتاعتي كانت ضايعه في مره. اه بتاعته كانت ضايعه وكان عامل بدل نسيتها في اسكندريه تقريبا كان لسه ما طلعش بقى فاخدت بتاعتي. كان بياخد بتاعتي كبيره بيها مثلا رايحين فندق او رايحين اي مكان كان هو بيتعامل بقى ويروح هو مع نفسه عادي عادي يا جماعه. حتى الجامعه بندخل بكارنيه واحد. بكارنيه ايه ده؟ ساعات ما بدخلش بكارنيه اصلا لان هم عارفيننا هم بيشوفونا. انت مش لسه داخل من شويه؟ اه خلاص اللي هو بدخل. السلام عليكم. طب انتوا بقى عمركم الفيديو اللي انتوا صورتوه هل عمركم عملتوا مثلا حركه ان انتوا واحد يروح يقابل صاحبه الثاني او واحد يتكلم صاحبه الثاني؟ جدعانه مني ان انا اطلع اخويا من المشكله اللي هو فيها. اه ممكن ساعات بتحصل بس ايوه بصي بريء هو ملاك. ممكن في حاجات بتحصل ان انا ممكن ارميها على محمد شويه اللي هو مثلا اقول ايه حد بيسالني مثلا في ساعات انت مثلا رحت خرجت مع ده ليه؟ لا ده على فكره محمد هو اللي كان. ممكن مثلا بنات بتكلمني دي مين دي مثلا ده اصحاب اسلام كده يعني اصحاب اسلام مش عارفين شويه اللي حصل في الفيديو اللي اتعرض من شويه بيحصل انتوا بتعملوا في الحقيقه ممكن بعض يعني حاجات كلها يا جماعه يعني مش خيانه خيانه. لا لا مستحيل بص يعني مرتبطين خاطبين او اي حاجه؟ لا مرتبطين ولا خاطبين الحمد لله يعني سنجل حتى الوقت لسه ممكن يعني. لا لا في صحاب بيبقوا بيغيروا صحاب قريبين كده يا رب يكونوا بيتفرجوا على الحلقه بتاعتنا ويعرفوا الحقيقه يعني. لو قال لك لا او قال لك لا عموما اعرف ان اخوه هو اللي بيقول لك. لا يا جماعه انا ما قلتش كده خالص. ما قلتش انت لسه قايل دلوقتي ما قلتش. هو شكلي ايه في نفس اليوم بعد الحلقه بقى. طيب احنا كده خلصنا فكره او لسه هنكمل فكره الاسئله بس هندخل كده فكره لعب العاب الغاز كده مع بعض اللي عارف يجاوب اسرع واحد. ماشي ماشي. اول سؤال جوز جدتي بس هو مش جدي يبقى مين؟ جوز جدتي استنى بس عشان انا الاي كيو يعني الضارب استنى. بص هو في نفس الوقت اه قولي السؤال تاني. جوز جدتي بس هو مش جدي هو بيبقى في نفس الوقت لغز بس هو ايه اجابته اسهم التفاعل. انا عايز اقول لك انا عرفت اجابته قبل الحلقه يعني هي قالته لي برده وانا ما عرفتوش الصراحه. عادي جوز جدتي يعني جوز جدتي بس هو مش جدي. لا لا برايي ايوه صح هو جابها عادي هو جوز او جوز جدتي يعني لو جدتي اتطلقت او بعد وفاه جدتي واتجوزت حد تاني. الله يرحمه جوز جدتي بعد وفاه جدتي ما حصلتش بس ممكن هو جوز جدتي بس هو مش جدي بس هو مش جدي فمعنى كده ان هي اتطلقت واتجوزت واحد تاني او هو مات واتجوز واحد تاني يا جماعه. ميدو ميدو بوينت. انا لا تمام حياه ولكنني اموت. انا ايه؟ تمام انا ايه؟ عيدي تاني السؤال. يعني انا مش بعيش حياه كامله. حلو. لا بكمل حياه بس بموت برضك. لا وريني كده. طب انا عايز بصل عشان اعيط. معلش بقى. طب انا مش عارف هو بص لا بص هي حاجه هي اساسنا دلوقتي في الحياه او اساس عصرنا بس هي بتموت وكلنا ما نقدرش نستغنى عنها خالص او لو استغنيت عليها تحس انت ايه بتتجنن. انا بتجري عليها على طول اول ما بتلاقيها قربت انا عليها قربت انا ده ايه؟ قلت ايه؟ باقة قربت انا حاجه طلع كده قربت تاني شبكه قربت يعني لا 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 ايوه حاجه واقفه في الموبايل في الموبايل. لا يا يورا داتا ده الموبايل نفسه هو حاجه في الموبايل. ايه اللي بقى في الموبايل؟ كاميرا. الكاميرا بتموت. الكاميرا بعد اذنك سيبهم لنا. لا حاجه لو خلصت انت بتتجنن عشان الحاجه دي تشتغل بسرعه. ما هي النت واي فاي من غيرها الموبايل مش من غيرها الموبايل حته حديده ولا ليه اي لازمه. ما هو النت اهو الواتساب. طيب ثانيه واحده لا بعد اذنك يا سوشيال ميديا بس هو ده. ويت طب اوكي دلوقتي هتقدر تعيش الموبايل ملوش لازمه؟ اه انا اعرف هتصل عادي هتصل لكن مثلا ولا تقدر تعمل باتصال من الخط مش الدرجه دي. لا طب ايه طيب؟ بقول لك ولا تقدر تعمل باتصال ولا تقدر تفتح نت ولا تعمل باقه. اه يا جماعه هو عارف صح يا جماعه صح بتتعرفوا نجاح عارف كل اجابه الاسئله ما تسالوش ازاي. طب ما تقول لي غششني اخوك يقول لك ريد بول. لا بجد بطاريه؟ ما هو هي هو يا جماعه ما في نجاح شاطر والله. ايوه بسم الله ما شاء الله عليه. طب انا اصلا بص طب انا موبايلي اصلا الا البطاريه البطاريه داخليه
طب انا انا بدي نسي حوار البطاريه. لو فصل شحن صح، هو لو فصل شحن ما بيفصلش شحن. انا ماشي باور بانك الحمد لله ماشي. ما انت برضه هو بيفصل شحن بتتجمد لو الباور بانك نفسه فصل شحن. لو الباور بانك اوقات بنزل من غيره بصراحه ببقى خلاص اللي هو الموبايل ملوش لازمه. كلمه دايما بتلفظ بتتقال خطا في كل الكتب. كلمه بتتقال خطا في كل الكتب. انا لسه قايلها من شويه بس هل لا 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 بعد اذنك سيبيهم شويه. انا بصراحه محتاره من شكلكم فلازم اسال عليكم الاجابه في السؤال. يعني راجع السؤال يعني كنت يومي لا لا يعني اهو صح اهو كنت يومي فكروا شويه عارفه تو بوينت تو بوينت لميدو لميدو ايوه يا جماعه لميدو. لا واضح ان ميدو يا جماعه هو اللي هيطلع الاسكا هنشوف. يحلق دائما في السماء ولكنه لا يستطيع ان يذهب الى اي مكان. ده بيطير دايما في ده القمر. في حد قال لي برضه حوار القمر ده ميدو حاجه بتطير على طول في السماء بس هو ما عرفش يتحرك ما تقدرش تروح اي مكان. هو ما بيعرفش يتحرك حاجه كده جماد دايما في السماء. ده ممكن كوكب. لا بص هسهل هسهل عليكم. حاجه بتكون محطوطه في كل مكان رسمي بمعنى اصح وبرضه بتخلف في السماء. يعني ده برج. اول ما بتدخل مؤسسه رسميه بتلاقيه فيها. دخلنا في حاجه مثلا حاجه مثلا في اعلى في اعلى المؤسسه فوق بتلاقيه في مدارس بردك. محطوط تعالى ده انا جاي في المدرسه الجميل كده في الطابور. ده جرس؟ لا بقول لك بيشوف في السماء. علم ده علم صح علم مصر. 3 بوينت الاسلام؟ لا لا 1 بوينت لا احنا لا ايوه انت 2 ومينو 2 وانا اسلام 1 انت واحد؟ يعني انت ما جبتش غير واحد؟ اه لا انا بقول له انا جاوبت هو طبعا غششني فيه شكلكم؟ لا ده حتى شكلكم ايوه كده 2 و2 كانوا متعادلين. ماشي ما هو غششه ما بس خلاص قال خلاص انا قلت كده يا جماعه. قهوه موجود وعز مفقود. ايه قهوه موجود وعز مفقود ايه الحاجه دي؟ يعني هي هينه قوي ان هي موجوده موجوده على طول بس وقت ما بتروح بتبقى اكتر حاجه عزيزه. حد عزيز عليا مش حاجه هي حاجه في اساس الحياه حاجه الانسان عايز يوصلها. ده النفس الانسان عايز يوصلها. الروح الانسان عايز يوصلها. ادي السؤال تاني ليهم معلش. الروح يعني ولا ايه؟ بص هي حاجه هي من غيرها في الحياه احنا ممكن نموت. الميه 3 بوينت ليميد يا جماعه انا جاي لازم تقول لها ميد قبلها. بس انا بقعد والله انا مش عارفه اجيبكم. الشيء اللي بيتكلم جميع لغات العالم ما تقولوش حاجه يارا بعد اذنك. ده جوجل جوجل ترانسليت. ايه الشيء اللي بيتكلم جميع لغات العالم؟ بنلاقيه في عربيه بنلاقيه في البيت راديو بنلاقيه في الموبايل. انا اللي قلت راديو. لا 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 اسلام 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 صح. اسلام هو اللي قلت ثلاثة. انا تقريبا قعدت طول الحلقه من ميدو ومن اسلام انا تعبت بصراحه منهم. طيب ايه هو الحاجه اللي دايما بتختلف في اجابتها؟ ايه الحاجه اللي دايما بتختلف في اجابتها؟ السؤال لا وريني يا ورا. ايه الحاجه اللي دايما بتختلف باجابتها؟ هي فين؟ يعني ما كنا مش عارف الاثنين دول اهي كل واحد على حسب الشخصيه يعني. حاجه هو سؤال انت دايما ممكن مثلا قاعد انت اسمك ايه؟ لا كل ثانيه بتتغير اجابتها كل دقيقه بتتغير اجابتها بمعنى اصح. عامل ايه؟ عامل ايه؟ كل طب انت انت الدقيقه دي عامل ايه؟ دي واحده يعني مثلا لسه بقول لك عامل ايه الحمد لله بقى الدقيقه اللي بعدها عامل ايه تاني؟ ممكن انا متقلب المزاج وبغير مش عارف. ده الاجابه برده في اللي انا لسه قايله لك كل دقيقه الدقيقه لا يا جماعه الثانيه الوقت بقى الوقت قرب ايوه هو معنى الثوان بس ايه تبقى الساعه ايوه ايوه ايه بقى الساعه ايه بقى بس ايه بتسال تعرف ازاي الساعه كام؟ برافو يا جماعه ايوه الساعه كام؟ الساعه يا جماعه هي الساعه احنا كده مش متعادل على فكره ما بينكم. لا بس اسلام جابك هو اسلام اسلام جابك. بنت ام ابيك بنت ماشي تبقى مين؟ مين هي؟ لا بنت ايه بنت بنت ده بعد اذنك بقى يا رسل بنت امي؟ لا باباك مامتي دي عمتي كده بنت ايوه يا جماعه لا لا شافوش خلاص بنت ام بابا يبقى عمتي اكيد. انا كده هنجيب ضيوف معانا وانهم بيجاوبوا بسرعه وما غلطوش ولا سؤال. بسم الله ما شاء الله عليك. اسالوني اسالوني. شيء لونه اسود بيرتاح فيه الانسان. ايه؟ حاجه لونها سودة بيرتاح فيها الانسان. اي لبس اسود؟ لا ام كلثوم قالتها في كلمه. ده الليل ده يا جماعه الله يا جماعه لا على فكره لا ثانيه واحده بقى الفضل ليا انا يا جماعه انا برتاح الصبح انا بنام الصبح اصلا. الفضل ليا انا لان انا اللي بس ايوه قالت يعني بيرتاح أكيد. في الليل. لا قلت لك ايه ام كلثوم قالتها اوعى تقول بدي ما ساعدتك. لا طبعا طبعا ساعدتني يا جماعه صح شفتوا صح
افلام كذا يا جماعه. معلش يا ساعدتهم في اسئلتك بقى انت. لا يعني خلاص بتساعدكم بتساعدكم عادي. لا يا جماعه بس فعلا برافو والله، يمكن اول حد من الضيوف ما فيش سؤال حمدوني. لا ده انتوا كسبتوه، احنا سالناهم كمية اسئله. اه لا يا جماعه سالناهم كمية اسئله انت رابع حلقه انت كده عديتوا كل الضيوف. هو فاشل. طيب احنا ممكن نرجع نسال تاني. حلو ماشي. انا عايزاكم مثلا تقولوا لي انتوا ناويين على ايه الفتره الجايه، او ناويين تقدموا ايه بقى في اليوتيوب؟ برضه هتستمروا مقالب ولا في افكار جديده؟ لا بص انا شايف ان احنا موضوع المقالب كده هيبوخ. يعني انا طبعا مش يعني مش هسيب البقالب، نبدا نشتغل مع يعني نشتغل حاجات ثانيه افكار ومقالب. انتوا ما جربتوش قبل كده تعملوا تيك توك او حاجه؟ ما بيعملوا تيك توك. لا عمري ما عملت تيك توك. انا مليون ونص. عملت بس انا اكتر بالنسبه لكم يعني بتستعملوه اكتر على اليوتيوب ولا تيك توك؟ اليوتيوب ده يعني ممكن انزل فيديو بس الفيديو بيبقى طويل، فانا ببتدي يعني يوم كله مثلا يعني ممكن 10 دقايق مثلا ابقى مخطط له بس ربع ساعه ده ممكن مثلا ده اليوتيوب صح؟ تصوير كتير انا بصور اليوم كله وبتعب ومنتج وبتاع وانزل فيديو بعدها بثلاث اربع ايام، لكن تيك توك ممكن مثلا فكره نص ساعه في ربع ساعه نص ساعه بتعملها وبتخلصها وتكون جاهزه. يعني ممكن الفيديو اللي هو 15 ثانيه ده ممكن اقعد ساعه اصور فيه. يعني في حاجات برضه بتتصور بسرعه يعني. في فيديوهات طبعا في فيديوهات يعني الحاجات التافهه قوي دي اكتر حاجه بتجيب، اكتر حاجه بتتشهر اللي هي بتبقى كده. دخلت حد قبل كده يعني تشتغلوا مع بعض؟ صحابي؟ طبعا. لا غير صحابك يعني ممكن مثلا واحد برضه مشهور زيك مثلا بيعمل تيك توك يجي يشوفك يقول لك تعالى نعمل فيديو. دي بتحصل طبعا. يعني ممكن حد معروف يدخل يكلمني تعالى مثلا نعمل فيديوهات نتجمع بينا. عملته مع حمو دنيا قبل كده ولا لا؟ حمو دنيا صاحبي انا بحبه جدا، ما عملناش غير من اجدع الناس اللي انا عرفتها بصراحه، بس هو ما اعرفش ما بنتصورش ليه. يعني احنا بننزل مع بعضينا، هو ساعدنا في فيديو كده صور مع الناس هنا كان معانا بس ما بنصورش. يعني ممكن في كذا حد لا يعني. مين بيجيب لكم افكار المقالب؟ افكار المقالب ولا دي انتوا بتقرروها منكم ولا محمد نفسها؟ يعني احنا بنقعد نفكر كده اللي هو في ساعات ببقى بكلم واحد لو حد متضايق منه محمد ناني. لو حد متضايق منه بغفله يعني. بتكرروا مثلا احنا النهارده او دلوقتي يلا نقوم نعمل مقلب مثلا مش من قبلها بفتره او قبلها بيوم هنعمل مثلا؟ لا في حاجات بتبقى في نفس الوقت، في حاجات بتبقى مفكر لا بقى يلا فكر انها مثلا لو اشخاص مش معاكم مش عايشين معاكم نفس المكان هروح له قبله في مكان. ايوه لما تجيبهم زي الفيديو اللي هو بتاع الصرصار ده كان في دولك ده احنا رحنا لها هي ساكنه في فانها يعني اصلا قاعده هناك. فاحنا رحنا لها احنا قاعدين في الجيزه فطبعا من القاهره لحد هناك سفر. عشان نصور معاها الفيديو ده بس. واصلا الصراصير البلاستيك دي كنا واخدينها هديه، كان حد عارفنا حد متابعنا على اليوتيوب وقال لي كنا احنا بنسال على الحاجات دي فقال لي انا بحبكم ومش عارف ايه واديها لنا ساعدنا في الخير يعني. ساعدنا بيها المقلب بيكملوا بيها. وكان اول واحد تقريبا شاف الفيديو وكتب عليكم انت كمان. طب انتوا مين بقى اللي بيمنتج ولا انتوا الاثنين؟ حد بيشيل حد؟ هو اكتر الفيديوهات بتاعت اليوتيوب انا بمنتجها. تيك توك انا تيك توك ممكن محمد. في حد منكم اللي هو ما بيكونش عنده مثلا بيكسل ان هو يعمل ايه مثلا ميدو يقول لي اسلام يلا نعمل دلوقتي مقلب مثلا في كذا؟ اسلام ساعات بيلعب بابجي تقول له لا انا قاعد بلعب بابجي. لا بص هو لو يوتيوب احنا بنبقى مظبطين مع بعضينا، بس ممكن تيك توك ساعات بكسل يعني الفيديو اللي هو بيبقى سريع كده فمحمد يجي يقول لي تعالى نصور كذا اقول له خليها بكره خليها كده. طب انتوا هل ناويين لما تتخرجوا تشتغلوا ولا تفضلوا برضه السوشيال ميديا هي الاساس في الاول وفي الاخر؟ هو انا نفسي طبعا ان انا افتح كافيه يكون كافيه كده حاجه حلوه مش حاجه عاديه لا يكون حاجه حلوه كده ومشهوره ومعروفه. في مخرجين كلمونا في تمثيل فاحنا موافقين جدا يعني. يعني انا قصدي ان الكافيه ده هيبقى ده جنب ده مصدر لوحده. بس طبعا قصدي دخل ثابت ان انا اقدم في معهد فنون مسرحيه طبعا ده نفسي. ده بعد ما تخلص الكليه بعد في رابعه احنا في رابعه بعد ما نخلص يعني انا اصلا قدمت قبل كده انا وميدو قدمنا في معهد فنون مسرحيه وكلمنا استاذ اشرف زكي طبعا هو راجل محترم جدا سواء للاسف كان مشغول اليوم ده اكيد طبعا. بس احنا سواء كان والله كان هينزل لنا بس كان في مشكله كنا خايفين ساعتها كنت حاسس ان انا احنا كنا مكلمينه هو يعرفنا من ضمن ال 25 واحد اللي بيتقبلوا في السنه. انت لو بصيت لها كده هتلاقي طموحها كلها قلت هو ليه بقى ما اصل في كذا حد قال لي اتقبل في كذا حد قال يقول لي لا انت ممكن ما تتقبلش فانا فضلت قاعد اللي هو ده كلام ناس محبطه وبتحبط لو ما خدتوش يعني فخفت اروح الامتحان بصراحه مع ان انا كان نفسي يعني انت وقفت على الامتحان؟ يعني حتى لو انا ما كنتش رحت لو انا كنت رحت مثلا كتجربه كانت هتبقى حاجه حلوه. طب انت وميدو ولا انت بس؟ لا احنا الاثنين ما رحناش. وانت ما رحتش برضه كل حاجه مع بعض ما رحتش برضه خايف وكده؟
لا عادي والله، كنا رحنا بنهزر. لو انت قلت ما رحتش فانت قلت مش هروح. لا برضو كده. لا واحنا واحنا قدمنا بس ما رحناش. انا مش هروح الاختبار. المفروض عملنا كذا، مش عايزين يروح كذا كورس. هقدم مشهدين، فالمشهدين دول كنت احنا كذا كورس، بس ثلاث ارباع الكورسات بتبقى نظم. اكيد بس جت المجال ده بالذات، بالذات المجال ده بيبقى فيه حاجه. قدمت في ورشه هياخد مثلا 10,000 او كده، ان هو يأهلنا ان احنا ندخل الامتحان ده. فبندخل عشان ندخل الامتحان، تلاقي اللي انت خدته في الكورس ملوش علاقه. كان عمال يقول لنا حاجات هبله يعني، فاللي هو ما لهاش علاقه. فما كنتش عارف اظبط حقيقه حاجه، فخفت ادخل امتحي اسقط. وانا مش احنا مش متدربين كويس، مش احنا مش قوي، محتاجين نتدرب. طب ما عايز كنتوا تاخدوا فرصتكم وتمتحنوا. لا كان ممكن قبل كده ان انا ليكوا فرصه تانيه. اكيد ايوه. وليكوا كمان عرفتوا انت مثلا الامتحان شكله ازاي، ان نظام بتخش في حاجه تانيه. بصراحه هو كان حد يعني مأثر علينا، اللي هو ممكن يكون كلام سلبي شويه فجابنا ورا يعني. بس مامتك باباك اهلك؟ لا طبعا اهلي هم بيشجعونا جدا في كل حاجه. ايه بقى كلام سلبي برضه خدتوه في على السوشيال ميديا واثر فيكم، او فكرتوا انتوا ممكن تقفوا عشانه بسبب كلام؟ يعني ممكن هي في ناس بتقعد تقول لنا انتوا في اطفال كتير بيتابعوكوا، فانتوا ما ينفعش تعملوا مثلا على اغاني او تعملوا حاجه زي كده عشان ما يقلدكوش. ما هي الناس كلها دلوقتي، هو كله بيعمل كله كده، اغاني اصلا كله بيسمع اغاني. اليوتيوب او مجال التيك توك ما بيجيلوش الكومنت ده اللي بس هو انا بحاول ان انا والله يعني على قد ما نقدر بنعمل فيديوهات حاجه وحشه ما بنضرش حد. في ناس كتير بتتابعني فانا ما ينفعش اقدم لهم مثلا حاجه يعني. ممكن ساعات بنفيد ناس، وفي في فيديوهات ولا بتفيد حد ولا بتضر حد، هي بتضحكوا يعني. في ناس بتعمل فيديوهات تضر بحيث ان هم بيتشهروا بالكلام، بيتشهروا بالكلام، بيتشهروا بالكومنتات الفنيه اللي هو انت بتعمل كده ومش بتعمل كده، بتلاقي الناس بتطلع تتكلم عليهم. مع بنات وتلاقي الفيديو جاي من زاويه مختلفه كده، لا بنت واقفه بظهرها، في حاجات غريبه. الحاجات دي كلها مش حلوه يعني. انا اصلا انا ما بتفرجش على تيك توك، بتفرج على ناس معينه. في ناس متابعه مثلا علي بوكليله، الناس بتاعت اسكندريه هم اصحابي. علي بوكليله ده لوحده وميسي والناس دي، دول انا بحبهم جدا. ماني ومروان كذا حد، كل دول بحبهم جدا. فانا الناس دي بدخل اتفرج عليهم بضحك بصراحه. بدخل اتفرج عليهم بضحك جدا. لكن ما بدخلش اتفرج مثلا في الفور يو عشان في ناس كتير بتظهر لي. فانا وبالذات مجال اليوتيوب ده يعني في ناس كتير قوي بتقدم محتوى غير لائق وغير بالزبط. هادف يا فاس. ماشي، انت بتعمل المقلب بهدف ان انت بتبسط المشاهدين او كده، او تعمل محتوى هادف بحيث انا بفيد المشاهد. بس في ناس ولا بتعمل ده ولا ده، بيتجهوا لحوار الربح بالظبط، اللي هو كل الموضوع. لو صورت مثلا حد مش عارف اعمل ايه وصور ايه، بس انتوا اصلا بتتجهوا بهدف الربح ولا ان انتوا واخدينها؟ لا ولا همنا الربح، همنا الربح. احنا بنشتغل دلوقتي عندنا مليون. انا بادئ اليوتيوب ده من بدري قوي، احنا 80,000 من سنه ولسه دلوقتي 100,000، لسه زايدين ال 100,000 دي من عشان كام فيديو نزلناه. مثلا هوايه ترفيه. لكن انا لو واخدها كربح كان زمان دلوقتي بصور كل يوم فيديو. انا كل يعني الناس اللي عندي طبعا من كتر ما هو بيكتبوا لي انت ليه ما نزلتش. بيتحايلوا علينا والله، الناس بتحايل علينا. فانا بنزل مثلا فيديو كل اسبوع، اصحابي بيتحايلوا علينا، ممكن كل اسبوع انا بنزل فيديو. بتاخر شويه عشان اجيب فيديو حلو، وفي نفس الوقت انا ما مش فارق معايا موضوع الربح ده في الاول يعني. انا عايز الناس تبقى حباني الاول عشان اوصل اللي انا عايزه بالظبط. طب ممكن بقى سؤال كده يزعل منكم بعض الناس، بتشجعوا ايه؟ يعني اهلا وزمالك؟ اكيد انا بصراحه مش هشجع الاثنين يعني. انا قد مثلا مش هشجع الاثنين، ولا تبع اهلي ولا تبع زمالك، هتبع اهلي وزمالك يعني. زمان انا ما بتفرجش اصلا على كوره. لو اتفرجت ممكن تشجع مين؟ زمان كنت زملكاوي بصراحه، بعد كده بقيت اهلاوي، وبعد كده بقيت بشجع الاثنين يعني. يعني انا مثلا لو حد من صحابي اهلاوي بيكسب بدخل اشجعه جدا، ادخل ابارك له. الناس من زمالك كسب بدخل ابارك له، ببارك للاثنين. لكن انا مش من النوع اللي كلتا الحالتين، انا اهلاوي وانا زملكاوي بالظبط. طب في حد بيصوركم، او ولا انتوا اصلا بتصوروا نفسكم في مثلا فيديوهات التيك توك؟ هو موضوع التلات اربع حاجات بنصورها. موضوع التصوير ده بيتعبني قوي لما اكون في مكان عايزين نصور، عايز حد يصور عشان كده. بعد كده تعتمدوا على نفسكم انتوا بقى اللي تصوروا. بس انا معايا ترايبود اللي هو الستاند ده، بصور انا كذا حاجه. وجايب مايك وجايب لا حاجة. وفي كذا حد من صحابنا بيصورونا يعني. بس ساعات لما اكون نازل. بس مفيش حد معين هو اصلا خاصين انتوا ليكوا للتصوير او معاكوا كجروب؟ كان معانا ماني بس. كان في كذا حد بينزل معانا يعني، كان بينزل معانا بقاله فتره، نزل معانا فتره، نزل معانا كذا مره، كان بيصورنا في كل حاجه. في مثلا فيديو يوتيوب اللي هو كنا عاملينه مع ندى محمد، كان في واحد صاحبنا ماني ابص عليك هو مش هو ده اصلا بيعمل فيديوهات يعني، هو صاحبنا مش نازل يصور. صورنا هو كان نازل معانا،
فانا قلت له معلش صورني الفيديو ده كده. طب فهو فانا الموضوع ده بيتعبني فعلا، نفسي يبقى حد معايا وكده. بس طب سؤال، ازاي بتقدروا توفقوا ما بين الدراسه بتاعتكم والعمل فيديوهات؟ هل الدراسه بتاثر او الفيديوهات بتاثر على دراستكم؟ لا هو الفيديوهات ما بتاثرش معانا باي حاجه، لان انا ما بنزلش كل يوم. يعني مش لاجئ على تيك توك او وقت ما تحب تنزل، يعني مثلا بتنزل كل يوم مثلا بنخصص يوم مثلا اجازه او حاجه يعني الفتره دي احنا كنا شغالين الاسبوع تقدروا تنزلوا كام فيديو؟ كان ليا شغل خارج السوشيال ميديا، فانا كنت اصلا الفتره دي انا كنت بنزل مثلا الفيديوهات دي في اجازتي بس. فانا طبعا السوشيال ميديا ما بتاثرش على اي حاجه حتى دراستي او اي حاجه، لان انا بنزلها في وقت فراغ. يعني يعني 2 أو 3 فيديوهات ده مثلا رينج ثابت في الاسبوع بتنزلوه؟ ممكن يا ريت يوتيوب او تيك توك نفضل 2 أو 3 او ساعات ما بنزلش. بس ساعات ما بنزلش ده بيبقى مثلا حد فينا تعبان، حد عنده مشكله كده. يعني عمركم ما عملتوا يعني مثلا مقلب او كده حد منفصل عن التاني؟ لا بس ممكن اعمل مقلب في ميدو عادي. لسه هقول لك دلوقتي جربت ساعات انا ساعات بعمل في مقلب وهو بيعمل في مقلب. وقبل كده وانا قصيت حته من شعره، وطبعا انا اصلا شعري بحبه جدا، عندي زي اكستنشن كده شعر، فعملتها كده لي وجبتها جنب شعره، قصيت له من شعره وقصيت لها قصيت منها فهو افتكر ان في شعر كتير مقصوص، بس انا قصيت له خصله واحده. يعني عمل فيك ايه بقى وقتها؟ هو ساعتها لا يعني هو بعد الفيديو، انا ممكن اكمل فيديو باحترام بعد الفيديو. بعد الفيديو بقى في خط كده. ثانيه واحده، هو ساعه يعني انت كنت عارف ان هو مقلب؟ لا طبعا لا، هو نايم. هو نايم نايم بجد، يعني هو كان نايم اصلا، حتى لو شفت الفيديو هتلاقيه نايم خالص. نايم طب هو عمر عمل فيك مقلب انت فكرت انت مش هتكلمه بسبب المقلب ده؟ اللي هو لا خلاص انسى مش هينزل، او المقلب مش هينزل. هو عامل مقلب زمان بس ما كناش مصورين. شكلهم طيبين قوي. مش مقلب كده جامده كده بس مش هقول ايه ده. ما تقول يا كان في بنت كده مكلمها محمد، قال لها تدخل تكلمني تقول ان هي اختنا وان باباها كان حوار غريب عرف في زمان وحاجات غريبه كده. ميدو هو اللي عامل المقلب فيك انت مع البنت كلمتني. انا ما كان يعني انا عارف طبعا ان بابا مش هيتجوز على ماما ولا حاجه، بس كانت صعبانه عليا عشان هي كانت عماله تكلمني. نفسيتها اتدمرت. انا كانت صعبانه عليا البنت، مش انا مش شاكك في بابا ولا حاجه، انا صعبانه على البنت عشان عماله تقول لي طب انا مين بابا، وعماله تقول لي حاجات غريبه. بس انت ما صدقتش اصلا يعني الموضوع ده؟ انا صعبانه عليا البنت بس. بس الموضوع ده ما دخلش في دماغك؟ لا طبعا. كنت عارف ان هو معلم؟ كانت هي ايه؟ لا هو كان فاكر ان البنت يعني هي جايه او غلطانه او مش فاهمه صح. تمام. بس كانت صعبانه عليا قوي ان هي مثلا حاجه يعني جت لوقت معين تكتشف ان اللي كانت قاعده مع ده مش باباها. الموضوع كان متعب ساعتها. اكتشفت المقلب ده بعد قد ايه؟ اكتشفته بعد شهرين مثلا. هو المقلب طويل. المقلب طويل قوي. تمام نورتونا وربنا يخليكم لبعض كده وتكملوا مقالب فيك المتطابق المتشابه قوي. كنت فاكره لذيذه والله ونورتونا جدا. واحنا والله جدا اتبسطنا معاكم. ميدو اسلام او ميدو. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، اشوفكم في حلقه جديده.